جاء عبد الوهاب الرماح وأسرته من أب إلى مأرب في عزاء عمه، فحول الحوثيون العزاء إلى مأساة. وفي المزرعة التي ذهب إليها مع أقربائه كانت ما تزال ألغام الحوثيين تتربص بهم لتنفجر مودية بحياة شقيقه وإصابة آخر. حادثة أفقدت الطفل عبد الوهاب ذو 10 سنوات النظر في إحدى عينيه، وظلت شظاياها في رأسه تذكره بحقد الميليشيا على المدنيين. عيني شظية، رقبتي هنا شظية، هذا الشظية في رأسي حدي قرب الدماغ، وهذا حدي هنا. في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، احتفت منظمات مجتمعية في مأرب بالمناسبة بمعرض صور وحفل حضره ضحايا الألغام من الأطفال. فعالية كشف فيها الراصدون والعسكريون عن أرقام وأحداث للضحايا وعن دعم المنظمات الدولية لمراكز الألغام التي يسيطر عليها الحوثيون. مقتل 69 امرأة و 137 طفل خلال الحرب نتيجة الألغام الحوثية التي زرعتها في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز وعدن والضالع. هذه الجريمة مأساوية في حين أن الضحايا يعانون القصور وعدم الاهتمام بهم. نريد أن نشدد أن هؤلاء الضحايا لابد أن يتلقوا العناية، أن يتلقوا العلاج، لابد أن يعاملوا كأنهم مدنيين وليس كأنهم من تسببوا بهذه الحرب. نجد أن الأمم المتحدة حاليا تتحيز إلى الجانب الحوثي، الجانب الذي قام بزراعة هذه الألغام وتمول برامج زراعة الألغام في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعة، بينما من الواجب عليهم أن يأتوا إلى هذه المناطق الموبوءة بالألغام وأن يقدموا هذه البرامج هنا، حيث الحاجة إلى هذه البرامج جدا ماسة. لم يزرع الجيش الوطني حتى لغم واحد لتأمين انتصاراته خلال الحرب، بينما الانقلابيون في صنعاء يحتفلون باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وهم من يزرعون الملايين منها. تزيد رقعة الأراضي المزروعة بالألغام لتفوق الأراضي المزروعة بالقمح وسط سقوط مزيد من الضحايا المدنيين ومطالبات بزيادة الدعم لإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الألغام في المحافظات المحررة. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.